الأسبوع اللي فات حلقة الأستاذة وفاء سالم، الفنانة الجميلة اللي يعني اهتمت إنها تطلع معانا في الحلقة اللي فاتت، وكانت اتكلمت بمنتهى الصراحة لدرجة إن أنا عايزة أقول لكم حاجة بره الحلقة أو في الكواليس. بعد ما اتكلمت معانا وخلصنا الحلقة، جت قالت أنا كمفروض أقول الكلام اللي أنا قلته ده، لأن هي كانت بتلقائية شديدة جدا حكت. فإحنا ردينا عليها أنا وصغير وقلنا لها أنتي قلتي حاجة من أعظم الحاجات اللي أي حد مؤثر وشخصية كبيرة ممكن يعترف بيها، وهو ضعفه كإنسان. إن إحنا مش شرط إن إحنا قدام الكاميرا فإحنا طول الوقت مرفهين وطول الوقت بندور بس على عملية تجميل أو إن أنا أروح أعمل إيه لا، الست دي عانت وكان سبب رئيسي في اللي هي وقعت فيه والمعاناة اللي هي حصل لها في وشها، إن هي كانت عايزة تخرج من الألم النفسي اللي كانت بتفيه. اكتشفنا بعد الحلقة دي إن في ناس كتيرة جدا 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 بيعانوا من نفس الأعراض ومن نفس المشاكل النفسية اللي كانت بتعاني منها الفنانة الكبيرة وفاء سالم. فقلنا طب نفكر بصوت أعلى، نفكر بطريقة أشمل. احنا عندنا حاجتين في الحوار اللي هي قالته. اولا الاعراب بالنسبه لي انا وصير اعتقد ان هي كانت برضو مختلفه وجديده وكنا متعمقين جدا في الحوار معاها. النقطه الثانيه ان الواحد يقبل على ان هو ينهي حياته، دي منتهى القسوه اللي ممكن اي حد يعدي بيها، وكون ان هو بيعملها يبقى عارف ان احتمال يقابل وجه كريم وخايف من هذه المواجهه، لان احنا كلنا في اعراف دين عارفين كويس جدا ان اللي بيعمل هذا الشيء حرام، ففي لود نفسي. لا بس ولود هو بيبقى تحت تاثير حاجات طبعا تانيه هو مش مدرك. والاحساس برضو ان انا مش مدركه، بس انا حاسه ان في حاجه غلط، انا بعمل حاجه غلط. فاحنا حابين كمان ان يكون معانا في الحلقه حد نتكلم في حاجتين. انا مفروض لو انا في العيله عندي حد بيعاني من كده، ولو حد انا في اللحظه اللي انا فيها اقبل على ان هو يعمل او يقرر ينهي حياته، او انا جاره او انا من العيله او حد من اصحاب او عرفت او جريت ورحت، ايه اللي مطلوب مني اعمله؟ وكمان النقطه الثالثه التعافي، ازاي اقدر اكون في عيله وفي حد بيعاني من هذه الاشياء واساعده على ان هو يتعافى، لان واضح جدا ان احنا عندنا مشاكل نفسيه في مجتمعنا بتظهر مختلفه. في صعوبات في التشخيص، يعني ازاي انا افرق بين اعراض ان ده بوردر لاين او حاجه تانية. يعني فكره اعراض التشخيص وفكره العلامات اللي بتظهر التحذيريه، اعرف افرق ده مرض ايه وده مرض ايه، دي من الحاجات المهمه. لان للاسف برضو بعد الحلقه دي، وكان مهم انها بتحكي عشان الناس اللي عندها المأساة دي يعرفوا ويتعلموا ويشوفوا حاجات اكبر او اوسع في المعاناه اللي هم عايشين فيها، وخاصه لو كانوا امهات. ان احنا اكتشفنا ان الامهات عندهم ولاد يعني هو المرض ده اكتر للستات، فاحنا اكتشفنا ان في امهات عندها ولاد وعندهم معاناه كبيره واولاد صغيرين، فدي مشكله. عايزه اقول لكم ان برضو من ضمن كواليس الحلقه، احنا بنحكي وبنتكلم معاها، احنا حسينا كاتنين ستات ومذيعات ان هي عايز تحكي، فهتلاقوا في الحلقه ان احنا ساكتين معظم الوقت، احنا سايبينها تتكلم، احنا سايبينها تفضفض، احنا سايبينها تعترف. احنا حسينا في لحظه انها ان اللي هي بتقوله واللي هي بتتكلم فيه ممكن يكون شال عبء كتير من نفسيتها، تتحسن وترجع تشتغل تاني، ويمكن ده مهم جدا، محتاجين ان وفاء سالم ترجع تشتغل تاني.